زين ممكن كرواتيا هم تروح على الجزاءات ويا الارجنتين، يعني يصير يعني هو اذا نجح عنده هذا الاسلوب وعنده امكانيات البدنيه اللي تاهله، شنو الضير؟ الان هو مرحلتين وقدر يقصي من ارقى الفرق كاس العالم مرشح، واليابان بضربات الجزاء اعتقد ناجح في مساله توظيف اللاعبين. خلينا نقول لانه شاهدنا يمكن مباراه مودريتش من يمسك المباراه ممكن يفتح لك فريق كامل رغم الضغط. يعني الان انت تدافع سبع لاعبين او ثمان لاعبين، بس من يمسكها مودريتش يحولك من الحاله الدفاعيه اللي انت موجود بها من سبعة الى ثمان لاعبين، ممكن خلال تمريره واحده يسوي هجوم مرتد سريع ويفردك لاعب. اعتقد هي نقطه التحول هنا تكون انه عندك لاعب بهذه الامكانيات تبني عليه اسلوب فريق، سيستم فريق. نعم.